النهاردة دكتورة هالة عبد الرؤوف، صيدلانية وخادمة بقى تحبوني. أهلا دكتورة هالة. أهلا بيكي. دايما مبسوطين بوجود حضرتك معانا. وانتي دايما معانا، مبسوطين بيكي دايما. ربنا يخليك. احنا كنا بنتكلم مع دكتور طارق على الخدمة الطبية أو القطاع الطبي بقى تحبوني، وجزء مهم من الخدمة الطبية دي هو الخدمة الدوائية، وعرفنا أن أتحبوني بتغطي عدد كبير من المرضى، بتكشف عليهم، بتفحصهم، وأكيد بتديهم الأدوية بعد كده. فحضرتك كلمينا عن الموضوع ده. هي الخدمة الدوائية أو الخدمة الصيدلية في خدمة أتحبوني جزء طبعا لا يتجزأ من الخدمة الطبية اللي موجودة. إحنا بيجينا عدد كبير جدا من المرضى والأسر، كل مريض بيبقى ليه ملف عندنا. الملف ده بيشمل كل تاريخه المرضي من أشعاعات وتحاليل وكشوفات كشفها، فبيجينا الكشف بصرف له الدواء، وطبعا يعني بأكد عليه طريقة أخذ الدواء، لأن بتفرق قوي طريقة أخذ الدواء للمريض، وخصوصا أن هم بيبقى أغلبهم ممكن يكون فيهم ناس ما بتعرفش تقرأ. حقيقي. فبنأكد عليهم وبنكتب التحذيرات اللي هم لازم ياخدوها، وطبعا ده عدد كبير جدا من المرضى اللي بتجيلنا كتلنا في 2022. وهل المرضى ملتزمين أو بيصرفوا العلاج بشكل شهري؟ طبعا بشكل شهري وبصفة دورية. يعني هل الخدمة الدوائية بتقتصر على صرف الدواء بالرغم أنه طبعا ده حاجة كبيرة جدا؟ لا طبعا الخدمة الدوائية لا تقتصر على صرف الدواء فقط، ولكن في القوافل، في القوافل الطبية اللي قامت بها خدمة أتحبوني في 2022، بيقوم بنسافر مع القوافل، لازم صيدلي ومع الدكاترة، بنوفر لهم كل الأدوية في جميع تقريبا التخصصات، على أساس إن المريض يجي يكشف في الحال مع الأطباء اللي في القوافل، وفي نفس الوقت ياخد الدواء بتاعه ونقول له إزاي ياخده، وتبقى يعني في ساعتها يعني نوصل للمريض، نوصل لحد مكانه، لحد بيته. بالظبط. طيب سؤال مهم برضو أسأله لحضرتك، إيه أنواع الأدوية اللي بيتم صرفها بشكل شهري للمرضى؟ طبعا جميع الأدوية للأمراض المزمنة، مثلا زي أدوية القلب، الضغط، السكر، الغدد، أدوية السيولة لأنها كمان بتبقى مكلفة جدا، وأدوية النفسية والعصبية، كل الحاجات دي بتتصرف بصفة شهرية لخدمة أتحبني للأمراض للمرضى. جميل جدا. سمعنا عن مبادرة جميلة كده اسمها مبادرة أصدقاء المفلوج، فممكن حضرتك تشرحيها لنا أو تقولي لنا إيه هي؟ هي المبادرة دي الحقيقة مبادرة حلوة، هي يعني بتساعد لطريح الفراش والمعاقين. طريح الفراش بيبقوا محتاجين سراير كهربائية ومتحركة، وبيبقوا مراتب هوائية. كمان السنة دي وفرنا عدد كبير جدا من الكراسي المتحركة للمعاقين، ده علشان نسهل حياتهم ليهم ولزويهم، لأن ده بيبقى برضو أي حد بيبقى قاعد أو طريح الفراش أو معاق بيبقى بيأثر على مش حياته بس، على حياة الناس اللي عايشة معاه. فبنحاول نسهل له حياته في الحياة اليومية ليه. أصدقاء المفلوج بنوفر لهم كمان الخفاضات والمطهرات والمراهم، لأن دول بيبقى عندهم قابلية لقرح الفراش والكلام ده. أيوة طبعا. فبيبقى برضو دي بنوفرها لهم بصفة يعني ما بنسيبهمش يعني. طبعا أكيد.